حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جار النورين. هذا البرنامج يتحدث عن دفناء العتبة الكاظمية المقدسة من علماء ومفكرين ورجالات دين، وسنسلط الضوء على احد ابرز هذه الشخصيات الا وهو السيد عبد الصاحب الاعرجي. ابقوا معنا. اسمه ونسبه السيد عبد الصاحب ابن السيد عبد الرزاق ابن السيد حسن ابن السيد محمد ابن السيد جعفر ابن السيد راضي الأعرجي الكاظمي. ولادته: ولد في مدينة النجف الأشرف سنة 1290 للهجرة. ولادته: ولد في مدينة النجف الأشرف سنة 1290 للهجرة. نشأ في بيت شريف النسب من النبع العلوي الفاطمي الطاهر من الشجرة الحسينية الشريفة من النهر الأعرجي العذب. أما دراسته فقد درس في مدينة النجف الأشرف مبادئ العلوم الدينية، واستمر في تحصيل العلوم الدينية على ثلة من أعلامها، ثم عاد إلى مدينة الكاظمية المقدسة وكانت له مجالس وندوات علمية وأدبية، وكانت تنعقد في إحدى غرف الصحن الكاظمي الشريف الذي كان مقام جده السيد محسن الأعرجي، ويحضر الكثير من العلماء والأدباء في الكاظمية وبغداد وغيرها. علومه ومعارفه: اكتسب السيد عبد الصاحب الأعرجي من العلوم الدينية والشعر والتأريخ والأخلاق والأدب وغيرها. من صفاته رحمه الله، كان السيد عبد الصاحب الأعرجي من الشخصيات المعروفة في مدينة الكاظمية المقدسة وبغداد والكثير من المدن العراقية، وله شعبية واسعة، وكان الحضور والمشاركة من كل المدن أثناء جلساته العلمية والأدبية المقامة في مدينة الكاظمية المقدسة. أما وفاته رحمه الله، فقد توفي السيد عبد الصاحب الأعرجي في مدينة الكاظمية المقدسة سنة 1368 للهجرة الموافق 1949 ميلادية، ودفن في الحجرة الأولى يسار الداخل إلى صحن قريش من الباب الواقعة في الجدار الشمالي، وشيع تشييعا حافلا مهيبا، وأقيمت مجالس الفاتحة على روحه الطاهرة في مدينة الكاظمية المقدسة وبغداد وغيرها. في أي مدينة توفي السيد عبد الصاحب الأعرجي؟ مدينة الكاظمية المقدسة، مدينة النجف الأشرف، مدينة البصرة. توفي في مدينة الكاظمية المقدسة. السيد عبد الصاحب الأعرجي خلف من بعده أولاد، من الأناث عددهم 1 فقط، 3 فقط، 8 فقط. له 3 فقط. في أي مدينة ولد السيد عبد الصاحب الأعرجي؟ مدينة الكاظمية المقدسة، مدينة النجف الأشرف، مدينة كربلاء المقدسة. ولد في النجف الأشرف. أين دفن السيد عبد الصاحب الأعرجي؟
في العتبة الحسينية المقدسة، في العتبة الكاظمية المقدسة، في العتبة العلوية المقدسة. في العتبة الكاظمية المقدسة. ما هو نسب السيد عبد الصاحب العرجي؟ من السادة الحسنية، من السادة الحسينية، من السادة الموسوية. نسبه من السادة الموسويين. في أي سنة توفي السيد عبد الصاحب العرجي؟ في سنة 1368 للهجرة، في سنة 1399 للهجرة، في سنة 1333 للهجرة. توفي عام 1368 هجري. في أي سنة ولد السيد عبد الصاحب العرجي؟ في سنة 1270 للهجرة، في سنة 1250 للهجرة، في سنة 1290 للهجرة. ولد في سنة 1250 هجرية. السيد عبد الصاحب العرجي له ولد واحد، وهو السيد مهدي، السيد فؤاد، السيد هادي. هو السيد فؤاد. كان السيد عبد الصاحب العرجي له مجلس وندوات علمية وأدبية تنعقد في الصحن العلوي، الصحن الكاظمي، الصحن الرضوي. الصحن الكاظمي الشريف.